زار مدير الشرطة إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري إدارة شرطة السير بمديرية الشحر لتفقد العمل ومتابعة سير الحملات المرورية التي قامت بها إدارة المرور في الفترة الماضية، وضبطت عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة لنظم وقواعد السير. كما تفقد الأقسام الأخرى بإدارة المركز مطلعا على مستوى الإنجاز والعمل، وقام بجولة ميدانية متابعا سير عمل المرور في الميدان. ورحب مدير أمن الشحر العقيد عوض بن عكاس العبثاني بالعقيد المشجري شاكرا له هذه الزيارة لتلمس أحوال إدارة شرطة السير والاطلاع على الحملات المرورية التي يتم تنفيذها في المديرية. وأشاد العقيد المشجري بالجهود الكبيرة التي بذلتها شرطة السير بمدينة الشحر من خلال إقامة حملات مرورية على الدراجات النارية المخالفة لنظم وقواعد السير، داعيا إلى استمرار هذه الحملات للحد من الحوادث. وقال العقيد المشجري إن الحملات سوف تستمر في جميع مديريات ساحل حضرموت بعد إقرار الخطة من قبل المدير العام للأمن والشرطة العميد مطيع المنهالي.